السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. طبعا النهاردة الصبح بقى الفجرية، انتوا عارفين السيسي دايما من الناس اللي بتشقى، كل ما بتزيد هموم البلد على دماغه يا عيني، وبيزعل قوي وبيقدر قوي، بيحس ان البلد مشاكلها زادت، فبيبقى عايز يعني يرفه عن نفسه، فيقولك اروح فين؟ يقولك انا اصلي الفجر واطلع على الكلية الحربية. اروح ايه؟ اقعد مع اولادي. وكالعادة بيقوم واخد العجلة، سحب العجلة المتينة مع طقم العجل اللي معاه، ويقوم واخد بعضه ويقوم رايح على الكلية الحربية، يقعد يفطر معاهم ويتكلم معاهم ويشوفهم في التمارين وعاملين ايه واخباركم ايه وانتوا كويسين احنا كويسين والبلد مية مية وصحتنا تمام وزي الفل، وسيبكم من الاشاعات اللي بتتقال والبلا بلا 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 بلا. طيب السيسي رايح عشان ده، يعني هو كل مرة بيروح للكلية الحربية عشان يقعد يقول لهم كده، يقول للولاد اللي هم في الكلية الحربية، يبس فيهم الاكاذيب بتاعته بقى اللي هو التوجيه المعنوي، يعني احنا بنعمل كذا وبنحارب واحنا البلد اللي مش عارفه ايه، ما ادري اللي يعلم خلاص. كده تمام زي الفل. ويجي بقى يقعد يقول لك ايه، اصل والله البلد ضايعه والبلد راحه والبلد جايه، فيعني ايه، بيحاول يضحك عليهم. لكن هو النهارده رايح مش عشان كده خالص، النهارده رايح عشان حاجه تانيه خالص. النهارده رايح علشان خاطر الاجتماع اللي تم تداوله امبارح، او الصوره بمعنى اصح الصوره اللي تم تداولها امبارح على السوشيال ميديا، وغرقت السوشيال ميديا بصراحه. صورته وهو قاعد في القمه المصغره كده، القعده اللذيذه اللي كانت في القمه المصغره في الامارات، مع حكم الامارات وامير قطر وملك الاردن والبحرين وعمان. فكانت قمه لذيذه كده، قمة خليجية لذيذة، ما تعرفش هو رايح ليه. المهم يعني طبعا كنا شايفينه قاعد ازاي، فولده هو زي ما تقول طلع النهارده عشان ايه، ناخد الكلام بقى كله على موضوع العجلة وان هو راكب عجلة. لا انت امبارح كنت قاعد عامل زي المؤاخذة الواحدة اللي هي ايه، اللي لا مؤاخذة يعني، اللي هم يعني قاعدة قدام خطيبها ومفهمهم ان هي بنت بنوت من الاخر، وهي مش كده بس. فدي كل الحدوتة يعني. طيب عشان برضو في حاجة تانية، عشان خاطر موضوع السعودية، طبعا احنا ما شفناش محمد بن سلمان قاعد معاهم، فطبعا في عارفين ان في خلاف بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، يعني دي الموضوع ده خلصان. فهو انت يا اما تبقى معانا يا اما تبقى علينا، من الاخر اي حد بيدفع كده يعني، يا تبقى معايا يا تبقى ايه، زي ما بقول لك كده ايه، اللي بيدفع لك او مش عارف ايه بتحارب بسيفه. المهم فهو طبعا شال ايده، محمد بن سلمان شال ايده، السعودية شالت ايده خلاص. ده بتصريح رسمي على فكرة، وزير المالية السعودي قال كده، قال احنا مش هندفع فلوس لحد ما بنشوفش ضمانات، يعني احنا نقعد ندفع وبعدين مفيش اي، وفعلا مفيش اي اصلاحات. فاللي بيبيع دلوقتي عشان كده البيع شغال لمين؟ للامارات. محمد بن زايد اي حاجه بتتباع للامارات دلوقتي مش للسعوديه. وكمان قطر دخلت على الخط على فكره برضه، عشان بس تبقى الناس فاهمه الدنيا ماشيه ازاي، انما السعوديه مش هتدفع تاني خلاص. طيب طبعا الرز وقف خلاص، الدنيا بدات تقف معاه. وبرده خد بالك ده الشاهد اللي يقول لك ليه الناس بتهاجم عمرو اديب، ويقول لك ده دي قناه سعوديه وام بي سي قناه سعوديه، وهو شغال وعميل وطلع الباز مش عارف يتكلم، وشويه اديه طلع يتكلم، فبداوا يحطوا على عمرو اديب. طبعا هم بيحطوا على السعوديه بس بشكل غير مباشر في العميل بتاعه، واخد بالك؟ كل ان هو يتهم واحد او مذيع ان هو عميل، يعني يا رجاله انتوا ده انتوا قاتلين سارقين نهبين مع بعض، مش كده بس. فهي دي كل الفكره، ان السيسي طالع النهارده عشان يدوق على الحوار بتاع الالم اللي خده بتاع السعوديه. فواضح ان الجماعه بتوع السعوديه البسماتي عندهم قل شويه، فعايزين يوفروا للشعب افضل ليهم بس. وبعدين اللي عزك بيته يحرم على الجامع، طبعا مش الجامع اللي هو الحرم، لا الجامع اللي هو جامع الضرايب، يعني عشان تفهموا المثل صح، يعني عشان ما حدش يقول ان احنا بنغلط ولا حاجه. بس دي كل الفكره، اتمنى بقى في النهايه دعمنا بلايك وسبسكرايب وشير، وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد، ويا ريت تشتركوا معانا على المواقع السوشيال ميديا الاخرى، على اليوتيوب والفيسبوك وانستجرام والتيك توك. سلام.